هنا في هذا الميدان في ميدان المرموم. نحن نتابع الشوط الخامس عشر لفئة زمول المحليات الأصايل التي تتحرك بشعارات أبناء القبائل، ونحن نتحرك أيضا مع الستة كيلومترات لنتابع المركز الأول ومن سجل حضوره على المركز الأول حمران هلال بن سعيد ابن هلال الظاهري، المركز الثاني عندنا سراب سلطان بن محمد بن شميل الاشتبي، أما المركز الثالث اللي هو مرفوق عيد بن الصغير بن قنون بن يرادة الاشتبي، النقلة التالية إلى المركز الرابع وعندنا هملول طحنون بن حمد بن مبارك بن دحروية العامري، أما المركز الخامس شاهين عبد الله بن قحيد بن ضاحي العميمي من يتقدم مع شاهين بالمركز الخامس، والمركز السادس يصل في هذه اللحظة اللي هو مياس سهيل بن سعيد بن عبيد السبوسي، والمركز السابع هناك مرهي محمد بن سالم بن محمد بالضبيعة الاشتبي، والمركز التاسع يتواجد الشرس محمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي، ونختم إذاعتنا بالمركز العاشر، المركز العاشر عندنا شاهين سيف بن أحمد بن خريدة السبوسي الشاعر أيضا حاضر في هذه المواجهة. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء أنهينا على مسامعكم إذاعتنا ونيدانا الأول، وفي شعارات أيضا على قائمة الانتظار تنتظر انتصاف المسافة، ولكن نحن ما عندنا انتظار إلا أن نعود إلى المراكز الأولى ونتابع الصدارة ونتابع المراكز الأولى، وماذا طرى وجرى على مقدمة الشوط، ماذا طرى وجرى على مقدمة الشوط من تغيير في المراكز. هملول غير طحنون بن حمد بن مبارك بن دحروية العامري على المركز الأول، وعنده أيضا بن قنون من ينافس على منصب المركز الأول يحيى بن الصغير بن قنون الاجتبي، أما النقلة التالية إلى المركز الثالث والقادم أقول مرهي محمد بن سالم بالضبيعة يتقدم مع راهي بالمركز الثالث، والمركز الرابع حمران هلال بن سعيد بن هلال الظاهري اللي خذ الإذاعة من البداية والآن يتراجع إلى المركز الثالث، ونقدر نقول عن انسحاب وهمي ولكن له عودة مرة ثانية، له عودة مرة ثانية إلى المنافسة، وانتظروا المنافسة أمام الكيلو المتر الأخير. المركز الخامس عندنا سراب سلطان بن مطر بن شميل الاجتبي، أما المركز السادس في سادس المراكز مياس سهيل بن سعيد بن عبيد السبوسي، والمركز السابع المركز السابع الشرس محمد بن صبع بن عبيد الطنيجي، أما المركز الثامن يأتينا اللي هو نصيبان سيب بن مبارك بن هواش الخيالي، ونشوف المركز التاسع هذا المدني تحت راسه ألف جني، هذا القادم بشعار بن طحنون، قادم بشعار بن طحنون اللي هو رعد رعد محمد عبد الله بن معيض ضد النيادي، الشعارات تتشابه، والمركز العاشر صياد اشوف سعيد بن محمد بن خليفه الاشتبي. هذه النتيجه ايها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الاعزاء للعشره، المراكز الاولى والاذاعه الثانيه ونيدانا الثاني، والنا عوده الى مقدمه الشوط مره ثانيه نعود الى الصراع الى التحدي. شوف الجماعه شكلوا راس حربه اللي هو مرفوق عيد بن الصغير بن قنون من يتقدم، وعنده ايضا هملول طحنون بن حمد بن مبارك بن دحروي العامري، والمركز الثالث قادم بو خليفه ايضا سالم بن محمد بالطبيعه من يتقدم مع مرهي، والمركز الرابع الله هذا اللي تكلمت عنه، هذا اللي الان ما هو بعارف وين يسير عند الاوائل ولا يتراجع عند المجموعه الثانيه،
هو الآن بالمركز الرابع ويفكر أو يحتار. يا حمران لا تحتار، اختار اختار هذا الموقع لين أمام ال 500 متر وهناك ابدأ بالهجوم والتحرك. المركز الخامس عندنا اللي هو سراب سلطان بن مطر بن شميل الاجتبي، ووصل أيضا مياس سعيد بن أو سهيل بن سعيد بن عبيد السبوسي من يتقدم مع مياس بالمركز الخامس. والمركز السادس رعد محمد بن عبد الله بن معضد النيادي يقدم لنا اللي هو رعد سادسا. المركز السابع في سابع المراكز هني اللي هو نصيبان سيف بن مبارك بن هواش الخيلي. والمركز الثامن يتواجد سراب سلطان بن مطر بن شميل الاجتبي. اما المركز التاسع الشرس محمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي. والمركز العاشر همام اول اذاعه الهمام عبيد بن مصبح بن عبيد العميمي. هذه الأسامي مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وبدينا نلتف الالتفاف الأخير أمام لوحة 2 كيلو متر ونعود إلى مقدمة الشوط. الحقبنا يا أبو حياب المراكز الأولى نشوف بن قنون وعنده أيضا بن دحرو يتنافسون على المركز الأول في صراع مستمر من أمام لوحة 5 كيلو وهم على هذا الموال. خذ وهات مثل ما تشاهدونهم، العملية يعني خطيرة بين هذين الاثنين. وبالطبيعة يراقبهم بالمركز الثالث مرهي محمد بن سالم ابن محمد. بالطبيعة والله بدوا الكبار يهجمون. الله تحركوا تحرك جماعي، دخول 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 جماعي. خذ حذرك يا بن قنون وخذ حذرك يا بن دحروي. الجماعة بدوا بالهجوم وأول الهاجمون واللي يقود الهجوم اللي هو مياس سهيل بن سعيد بن عبيد السبوسي. وعندنا ايضا همام العبيد بن مصبح بن عبيد العميمي من يتقدم بالمركز الثالث والرابع. نعم هناك القدوم من مياس سهيل بن سعيد بن عبيد بن بروشد السبوسي قادم ايضا، قادم مع مياس بالمركز الخامس. وهني ايضا يتقدم رعد محمد بن عبد الله بن معضد النيادي. الله 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 الله، بدينا امام لوحه 1200 وغادرناها ونقترب من اخر كيلو متر بقياده مرفوق عيد بن الصغير بن قنون الاجتبي. من يقود المسير؟ من يقود السرب هذا؟ اما المركز الثاني فهنا حملول طحنون بن حمد بن مبارك بن دحروي العامري، ووصلنا ايضا همام عبيد بن مصبح بن عبيد العميمي. الله الله، اشتعلت 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 بين هذه الشعارات، بين هذه الشعارات والنيادي. قادم ايضا راعي رعد محمد بن عبد الله بن معضد النيادي على بن معيضد النيادي، ولكن بن قنون عاد مره ثانيه وتربع على عرش المركز الاول. مثل ما تشاهدونه يطلق العنان ويندفع بالمركز الاول مرفوق عيد بن الصغير بن قنون بن يراده. عندك ايضا هملول طحنون بن حمد بن مبارك بن دحروي العامري الذي يحاول أن يستعيد حقوقه. الغادم همام عبيد بن مصبح بن عبيد العميمي. لاحجنكم يا ينكم، ولكن الحركات بدأت السرعة، بدأت السرعة بين بن قنون بين بن قنون. وعنده أيضا بن دحروي، بن دحروي يحاول محاولات أخيرة، ولكن خلاص مرفوق ما تلحقونه، مرفوق ما تلحقونه. روح بالناموس، روح روح بالناموس. سلام سلام يا أهل جميرة، سلام من الأولى وحتى جميرة الثامنة. نهنيكم ونبارك لكم هذا الانتصار الذي دار مع مرفوق العيد بن الصغير بن قنون بن يرادة. سلام وتحية وتقدير لهذا الشعار وهذا الإنجاز. المركز الثاني هملول طحنون بن حمد بن دحروي العامري. المركز الثالث وصلنا همام عبيد بن مصبح بن عبيد العميمي. المركز الرابع فهناك غازي سعيد بن غدي بن عبيد الاكتبي. والمركز الخامس علي محمد بن قنون بن حمرور العامري. هذه النتيجة يا الحبل الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء. نعود بأحلى التهاني والناموس لراعي مرفوق عيد بن الصغير بن قنون بن يرادة الاجتبي. نهني على هذا الانتصار الذي تحقق مع 9 دقائق و38 ثانية وجزء 1 من الثانية. تهانينا والناموس. أما اللي وصل بالمركز الثاني فهناك هملول طحنون بن حمد بن دحروي العامري 9 دقائق 39 ثانية وجزء 1 من الثانية.
المركز الرابع الثالث، نشوف المركز الثالث. طيب ناخذ التوقيت، المركز الثالث 9:42 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.